ونبداها بانطلاق فعاليات المعرض الدولي باك بروسس للتعبئه والتغليف والتصنيع الغذائي واللي بتستضيفه مصر لاول مره في منظمه الشرق الاوسط وافريقيا خلال الفتره من 9 إلى 11 ديسمبر وذلك تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. المزيد عن معرض الدولي باك بروسس بينضم لينا زميلي ومراسل اكسترا نيوز محمد الحداد. يعني محمد اليك الكلمة. نعم ندى، أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين وهذه المتابعة لهذا المعرض، معرض باك بروسس، وهو المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف الذي يقام على أرض مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أيضا بالتزامن مع هذا المعرض الضخم هنا في مركز مصر للمعارض يوجد أيضا معرض فود أفريكا، وقام أيضا بافتتاحه اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في دورته الخامسة بالتزامن مع هذا المعرض في الفترة من 9 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر الجاري. أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال جولته في المعرضين أن إقامة مثل هذه المعارض على أرض مصر تعتبر نقطة انطلاق للمنتجات المصرية في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، بالإضافة أيضا للمنتجات الكثيرة الموجودة داخل المعرضين سواء معرض باك بروسس أو معرض فود أفريكا. توجد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات التي تعقد على هامش هذه المعارض. في هذه اللحظات التي أتحدث فيها إليك ندى هناك عدد كبير من الخبراء المتخصصين في مجال التصنيع الغذائي وفي مجال صناعة التعبئة والتغليف يقومون بعقد عدد من اللقاءات والورش وأيضا اللقاءات والحوارات داخل أروقة هذه المعارض. هناك العديد من الموضوعات التي يتحدثون عنها والتي تنتمي إلى مستقبل التصنيع الغذائي وأيضا تطورات صناعة التعبئة والتغليف في القاعات الملحقة بهذه المعارض وعلى هامش هذه المعارض. المعارض ممتدة من 9 وحتى 11 سبتمبر ويشارك فيها حوالي 500 شركة عارضة تمثل 31 دولة من دول العالم سواء الدول الأفريقية أو العربية والأوروبية. بكل تأكيد سوف نتابع معكم على مدار اليوم وعلى مدار الأيام القادمة آخر الفعاليات في هذه المعارض. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وعودة إليك ندى في الاستوديو. نعم بالطبع الزميل محمد الحداد مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك على كل هذه المعلومات حول فعاليات المعرض الدولي باك بروسس.